الكلمة ليهم. تسمعوا في نحكي جمعيات على إكسبرس أفام. الكلمة ليهم الفقرة الأخيرة نكملوا بها موعدنا حتى الثمانية على إكسبرس أفام. ضيفنا نحكي ومعاه على لا ديكلاراسيون يونيفرسال دي دروا دلوم. نحكي على الأحد عشر ديسمبر الاحتفال بلو 75 أنيفرسير دو لا ديكلاراسيون يونيفرسال دي دروا دلوم. ضيفنا خبير في القانون الدولي عصام قمودي. أهلا وسهلا عصام. مرحبا. أهلا بك يعيشك. شكرا لك. ميرسي بوكو كامل اللي رافقني بالطبيعة في الحوار علي بوزويتا. جوستومون كي نقولوا ديكلاراسيون يونيفرسال دي دروا دلوم نعملو اون بريف بريزونطاسيون قبل. باهي ديكلاراسيون يونيفرسال دروا دلوم مشهور بدي يو دي اش، هو تقريبا اساس الاغلب الوثائق الدوليه المتعلقه بحقوق الانسان. تم وضعه في 10 ديسمبر 1948، تقريبا كان الوثيقه الثانيه بعد شارت ناسيونز يوني. في 30 مادة نجم نقوله بعد ما العالم خرج من الحرب العالمية الثانية كان ثم إجماع أنه صاروا برشا كوارث إنسانية، فالعالم أو المجموعة الدولية قررت أن هي تحط وثيقة مش تحاول تمنع هذا من أنه يعود يتكرر. للأسف في ظل الوضعية الحالية تثبت لنا أنه هذا ما نجحش. فتم صياغة مشروع، وكان الشخص اللي يسميه في الأمم المتحدة هو العقل المدبر وراء ديكلاراسيون يونيفرسال دو غادلوم هي روزفلت، زوجة الرئيس الأمريكي روزفلت، كانت هي رئيسة لجنة الصياغة. وتم صياغة 30 مادة، 30 مادة يعبروا على كونية حقوق الإنسان، على أنه كل إنسان ولد حرا ويجب أن يبقى حرا ويتمتع بعدد معين من الحقوق والحريات اللي يلزم يتمتع بهم تحت أي دولة أو تحت أي سماء وفوق أي أرض، ويعتبر غير ملزم قانونيا. ديكلاراسيون يونيفرسال دو غادلوم ماهوش كونفونسيون، ماهوش اتفاقيه. لكن برشا خبراء في السنوات الاخيره يجمعوا بشكل ما انه اصبح ما يعرف بالعرف الدولي، دخل في العرف نتاع القانون الدولي وبالتالي اصبح ملزم بشكل غير مباشر. اليوم جوستومون يمكن حتى افيك سكي سباس وكي نشوفوا مثلا لو فيتو كونتر لو سيسي الفو في غزه مثلا، برشا ناس من التعاليق اللي تكتبها تقول معناتها سي لا ديكلاراسيون يونيفرسال دي دروا دو سيغتان زوم. اليوم هذا قداش يمس يمكن من المصداقيه ولا من القيمه نتاع لا ديكلاراسيون يونيفرسال دي دروا دلوم؟ هذا ما يمسش من المصداقيه نتاع ديكلاراسيون يونيفرسال دلوم كهو، ما يمس من المصداقيه نتاع المنظومه الدوليه ككل نتاع الامم المتحده والمبدا اللي توجدت عليه. تم تاسيس الامم المتحده من اجل الحفاظ على الامن والسلم الدولي. هل اللي قاعد صاير توا وهل تطبيق القواعد اللي هي على الاوراق مثاليه جدا، هل تطبيقها قاعد يضمن فعليا في الامن والسلم الدولي؟ اغلب الناس تقول لا. اللي العباد اللي تعمل في الكومنتير اللي انت قلت عليه الحقيقه عندهم حق، معناها عندهم الحق على الاخر. ممكن انا في الاوساط الاكاديميه ثم برشا عباد تو قاعده تشكك في انا علاش نقرا في الحاجه هذه، انا علاش قاعد ندرس في القانون الدولي، انا علاش قاعد نقرا في حاجه واللي هي حاجه توجع القلب الحقيقه. كي ترى انسان يعني في ماجستير ولا يعني في دكتوراه ولا يقري ساعات يجي ينقد في نفسه علاش انا اليوم نقرا فيما يعرف بالقانون الدولي لحقوق الانسان ولا القانون الدولي للقانون الانساني، وقت اللي انا قاعد نشوف في الواقع معناها مرهون برهانات سياسيه بالاساس وجيو سياسي. واضح علي، نخليك الكلمة. نرجع للفيتو اللي صوتت اللي تصوت عليه لحد اللي فات، اللي في يوم 10 ديسمبر توجع. انت قلت ديجا اختزلت شويه اللي هما قوانين لبعض الناس مش للانسانيه جمعاء. الفيتو هذا شنو الاثر نتاعو؟ هو الفيتو تنجم تفسره انت اكثر مني. امريكا هزت يدها لمنع وقف اطلاق النار في غزه. شنو الاثر نتاعو القانوني والدولي؟ واليوم زاد في الجامعه العامه، راني مطلع نقرا شويه على الامم المتحده، اليوم صار تصويت 158 دوله صوتت لوقف اطلاق النار. شنو الفرق ما بين الفيتو اللي صار نهار الاحد 10 ديسمبر وما بين هالقرار هذا، وكيفاش نجموا نخدموا عليه لتكريس وقف اطلاق النار مثلا؟ باهي
اولا اجا نرجع شويه للديكلاراسيون يونيفرسال دو غواد لوم في نفس السياق هذا. الديكلاراسيون يونيفرسال من بعد جاو بعده اتفاقات دوليه اللي تكرس نفس الحقوق هذيك، منها ما يعرف ما خلق حاجه اسمها القانون الدولي لحقوق الانسان، ومنها حاجه اخرى اسمها القانون الدولي الانسان. الفيتو اللي انت قلت عليه هو يجي في اطار مهام مجلس الامن في حفظ الامن والسلم الدوليين. القرار على فكره نفس القرار هذايا من قرار وقفه اطلاق النار لاسباب انسانيه تم البلوكاج نتاعو عن طريق الفيتو او الاعتراض 4 مرات من اول ما بدات الحرب بين قوسين الحرب الحاليه. امريكا في تاريخها استعملت الفيتو ما يقارب 80 مره، اكثر من 40 مره كانت لدعم الكيان الصهيوني، اكثر من 35 مره كانت في مسألة تخص فلسطين. هذا في تاريخ استعمال الفيتو. الصين استعملت الفيتو في تاريخها الكل 16 مرة. باهي اوكي. دونك واضحة المقاربة شكون أكثر واحد قاعد يستغل في الحاجة هذه. إيش نفسروها هذا؟ شارة ناسيونز يوني وقت اللي تحطت ثم برشا دول ما وافقوش عليه. شنو معناتها؟ أنا تخرجني أنا كأمريكا ولا كبريطانيا وإلا كفرنسا دول عظمى بين قوسين. جيت تحطني في منظمة دولية نفقد فيها أنا قوتي، نفقد فيها وزني السياسي، ولي كيفي كيف الشخص الآخر اللي زوز بنعطيه نفس الصوت. فبش يرضيه الدول الذي تم خلق حاجة اسمها الفيتو أو حق الاعتراض في مجلس الأمن، وما ينجم يتعدى قرار إلا ما يوافق عليه 5 دول اللي عندهم عضوية قارة، اللي هما أمريكا، فرنسا، بريطانيا، الصين، وروسيا. به اوكي، توا شنو هي الفرق ما بين الفيتو هذاك وما بين القرار اللي صوتنا عليه، صوتت عليه اكثر من ثلثي الكره الارضيه، صوتت وقبلت بوقف اطلاق النار. معناها الميزان نتاع الخمسه هذوما اكثر من الميزان نتاع 158، ولا كيفاش نجموا نتعاملوا معها؟ ونحن كمجتمع مدني ومجتمع دولي كيفاش نجموا نصلحوا الوضعيه هذه ولا الديفايونس هذا؟ الفيتو اللي ترفع الاخراني ما ترفعش او المساله ما تحالتش المجلس الامن من فراغ. غوتيريس اللي هو حاليا الامين العام للامم المتحده اصدر، مش اصدر، فعل لاول مره تقريبا في التاريخ، يظهر لي اول مره حسب ما نذكر انا اول مره، الفصل 99. الفصل 99 هو اللي يعطيه الحق انه يجيب مساله معينه ويجذب نظر مجلس الامن لها. بمعنى انه غوتيريس بعث رساله لمجلس الامن قال لهم راي الوضعيه حاليا في غزه راي كارثه انسانيه بكل المقاييس. فبالتالي تعرضت المساله على مجلس الامن ورفعت امريكا الفيتو كالعاده في اي مساله تخص ادانه الكيان الصهيوني. الفرق بينات الفيتو اللي ترفع او القرار او مشروع القرار اللي كان نجم يخرج من مجلس الامن وبينات القرار اللي تم التصويت عليه اليوم هو بكل بساطة انه مجلس الامن هو حاجة تتشبه ما يعرف بالجهاز التنفيذي للامم المتحدة. فانت طرحت المسألة بطريقة مثيرة للاعجاب، هل الخمسة هذوما القرار اللي نجموا ياخذوه هم مش خمسة اعضاء مجلس الامن هما 15 كان مش غلط منهم خمسة ثم 10 دول. تونس كانت عندها عضوية من قرب 4 مرات في تاريخ. هل قرار اللي نجموا ياخذوه الخمسه هذو برفع الفيتو اهم من التصويت اللي صار في الجمعيه العامه واللي هو نجموا نشبهوه بالجهاز التشريعي للامم المتحده اللي العباد الكل عندنا نفس الصوت فيه، كل دول العالم ممثله فيه وعندها صوت واحد. قانونيا نقول لك لا، كل واحد عنده وظيفه وكل واحد عنده وظائف يطلع بهم. سياسيا اي القرار اللي ياخذوه الخمسه هذوكم اهم من القرار اللي تاخذه جميع دول العالم في الجمعيه العامه. واضح ماهيش حاجه تفرح. مش حاجه تفرح الجمله. الحاجه ممكن اللي تفرح هي انه تونس كدوله عندها مده من اللي قاعده تاخذ في موقف ضد هذا. اللي تبع في سيد وزير خارجيه تونسي قاعد يتواجد في محافل دولية وقاعد يوصل في موقف
تونس ما عندهاش برشا قاعدة تصرح به، واللي هو موقف شديد اللهجة ضد المنظومة الدولية الحالية، ضد وجود حاجة اسمها الحق الفيتو أو حق الاعتراض، ضد وجود طريقة تصويت معينة داخل بعض المنظمات الدولية كما صندوق النقد الدولي اللي تعتمد التصويت فيه يعتمد على الدولة قداش عاتية فلوس الصندوق قداش المساهمة متاعها في صندوق النقد الدولي. تونس قاعدة تعطي في مواقف قوية وفي تعارض مع الشيء هذا، وقاعدة تحاول تطرح في بديل عن طريق أنها هي تتمد فيداها لشركاء أخرين. هذا ينجم يكون عنده دي كونسيكونس هذا ولا في كلمة يمكن؟ أي ينجم يكون عنده دي كونسيكونس سواء على تونس على خاطرها قاعدة تاخو في قاعدة وهي في الأخر بكل قاعدة تطبق في مبادئها الأساسية مبادئ السياسة الخارجية التونسية اللي هي معناها العودة إلى شرعية دولية، لكن في نفس الوقت قاعدة تطرح في بديل قاعدة يا عالم يا دول راهو ثم إمكانية متاع بديل، راهو ثم نجم نتخيلوا الأمم المتحدة ما غير حق الفيتو، نجم نتخيلوا الأمم المتحدة ما تحكمش فيها الولايات المتحدة وصوتنا نجم يكون مسموع. ثم برشا دول صغيرة مش في تاريخها ومش في ثقافتها ومش في حتى في سياستها، وإنما صغيرة في حجمها وصغيرة في اقتصادها وصغيرة في عسكريتها، استطاعت في التاريخ إن هي تحقق حاجات كي من هكا. علاش؟ عن طريق الدبلوماسية. والحقيقة أنا واحد من الناس أبدي إعجابي بالوزارة الخارجية تحديدا في الفترات الأخرى اللي قاعدة تخات في كل محفل، تقريبا في كل محفل خاطر انا نتبع فيه سيناب العمر، في كل محفل يتواجد فيه السيد الوزير ولا يتواجد فيه شكون ممثل الدبلوماسيه التونسيه ثم موقف يخرج ولا راو ثم بديل للمنظومه الدوليه، راو كتونس راو نحترم شرعيه دوليه نحترم منظومه دوليه لكن راو ثم امكانيه نتاع ان نحن نغزر المنظومه الدوليه بشكل احسن بشكل يحقق الحاجة اللي احنا خلقنا عليها المنظومة الدولية دي هي حفظ الأمن والسلم الدولي. واضح. عصام قامودي مرسي بوكو، يعطيك الصحة، شكرا لك. خبير في القانون الدولي كان ضيفنا اليوم في فقرة الكلمة اليوم في نحكيو جمعيات. علي بوزويتا شارجي دو بروجي في جمعيتي، شكرا لك. موعد يكون معاك وترافقني على كامل البرنامج بيسكو ليميسيون بارتناريا مع جمعيتي. ريم الانجليز معكم وميكرو يوسف في الإخراج، محمد في الإخراج الرقمي. كانت هذه نحكيو جمعيات ليميسيون ديدي على سوسيتي سيفيل، ديسبونيبل كل حواراتنا وفقراتنا على لاشين يوتيوب نتاع اكسبريس اف ام. نقول لكم بون سواري نسلكو.